لابد للقيد أن ينكسر. شكرا للأستاذة فاطمة الحلواتي على كلمتها. تهت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين، اتجه للمخبر البادي أمام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت والمخبر الثامن في أقصى اليمين، حفظ الله أمير المخبرين، فلقد أتخم بالأمن بلاد المسلمين. أيها الناس اطمئنوا، أيها الناس اطمئنوا، هذه أبوابكم محوسة في كل حين، فادخلوها بسلام آمنين. والآن نترككم مع نموذج مصور يحكي مآسي الاعتقالات في البحرين. يا ولد طلع شغله، يا ولد ضاريه،
أسار الحريق للحجر للحجر. نامت على كان مو صغير في المركز. مو صغير. حتى في هذا شكل. ليش الطول يوم ياخذونه محل محضر على بعيد